اعتقد اني انا واصل العرس قبل الوادم كلها، اظني حتى قبل هالبرزيف، قبل هالبرزيف كبرها ما وصلوا اظني. كل ما بغيت اصورك ما تطيح، كنت مستحي شوي الحين خلاص. الله يحفظك ويبارك لك ان شاء الله. الله يحفظك يطول بعمرك، يقول لك ان شاء الله في ذريه تسعين، ذريه ذريته. الله يحفظك. ريتك فروت انا، قلت بعطيك الطاقيه الا راسي صغير، وقلت راسك عود. راسي عود اكبر على راسك بوديتين. امرني ابو سعيد. الله يطول عمرك، تقهوه فيان قهوه في بيت قهوتي طال عمرك. شوف شوفت هالوجه الفنان. الله يطول عمرك. لا خليت منك على الله يحفظك يا اخي. لابد الا من غدا لو عشاء كل واحد. لا لا مره عندك هالعيال اللي ما شاء الله عليهم كانهم جواهر، على الله يحفظهم ويطول بعمرك وعمر سعيد ان شاء الله. الله يستر ابوكم، الله يحفظكم ان شاء الله. خصوصي بيكم، خصوصي توكل على الله. سلم سلم حبيبي، في ناحية الله حبيبي.
ذاك المعرس. يقولك الشرده نص المريله، والحين ابوي وراي انا طريق ابو ظبي، ها ماشي الا شرد ابو ظبي ولا انا. الحين تبغى تصور عندك حرمه لو تبغى غيرها؟ اهلا وسهلا. ما تبغى حرمه جديده؟ دور بس قايتي. ايه سمعوا يبا هنتين جاي بيتين في التودر عنك خبر رمسه ما بالله رمسه تلسان صدق رمس. دام تبغى حرمتين لازم يكون عندك ثلاث بيوت مره، بيت حق الاولي وبيتين حق الاديان مره. ما قلنا لكم ابوي الشرده نص المريله، ها بعد ما شاء الله الوادمتي. شو تبي تسوي؟ طالعني انت طالعني. يا طالعك؟ لا ما بكبري هنا طالعك. ايوه انت الحين حاط في بالك بتصور عسب يقولون حياه خالد. يا بعده يا بعده يا مايل يا اخي ما تقرب انا خلاص. بارك الله فيك. انا سالم بن مغير العميمي. والنعم. وانت يا ابو محمد العوزت عيايزنا كل هني تابع عنك وغربلت الغربان 24 ساعه طالع. لا باس عليهم. الله يجزيك خير. السلام على كل من يعز عليكم. رد السلام على البعميم كلهم مره ما خص حد، الصغار قبل الكبار. الله ييسر اموركم. ما عرفت انا منو هالرجال؟ انا سلمان علي المويسي الشامسي. والله والنعم ما شاء الله. وهالرجال منو هالفنان؟ الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انت وين الحظ؟ يا اخوان حد شرات الحظ الله عليك؟ حد يلا 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 شيخ بمعاني يلا. اي والله راعي مذهب وافي فنان ابو محمد ما عليه زول. شيرك بعد الحظ بيلسه وبنرمس وبناخذ العلم والخبر وياه بنسوي له تسجيل كامل منني. ما يحتاج حاضري الله يحفظك. الحين تعديت الخزنه اظني قريب الخزنه ادل بصلي وارد ارمس وياكم عندي موضوع صغير ودي. انزين الموضوع على الله يحفظكم بخصوص العرس البارحي. البارحي انا ما حضرت عرس. عرس اسمع عرس ولا اسمع عرس؟ عرس يعني فرح، فرح يعني وناسه. وناسه ايش قلبتي؟ قرايبه يحطوا لهم ماتم عرس. لازم يبال الدق، والدق منو يدق؟ منو اللي يدق الطبل ويدق؟ هل بالدق؟ هل بالهواء؟ هل بالفن؟ هل بالطرب المطارب؟ العرس والعرس الشهر بارك الله فيكم. حد اللي بيتحيل واللي بيرزف واللي بيحورب واللي بتنعش واللي بيتشمت واللي بيطبل اللي بيقبض مزمار والدنيا مطرجة. ترى اسمع عرس مليون مسج. هذا والله مش من تراثنا. شو ابوي كله مب من تراثنا؟ ابوي نحن الخليج كامل تراثنا واحد وشعبنا واحد. فليعيش الله اكبر يا خليج يبغني هل الكويت الاول. فليعيش الله اكبر يا خليج انضمنا. ما قالوا والله يلي ما عندكم دق انت واللي نحن عندنا دق وهذا عندهم وهذا ما عندهم. حد من العرب ترى ما يشوف من سما رقعه، ما يشوف من سما رقعه. توه ما يدل شرقه من غربه بيبتدي عاد يتفلسف هذا حلال وهذا حرام وهذا زين وهذا من التراث وهذا لا يلم. شو لا ي... شو نسيت والله يعني هاللي قال لي والله لا يلم ما ادري ما ينم انه يعني ما يعني ما يخصه بالتراث اللي لنا نحن. شو خلف عليك انت؟ من ثبت العقل؟ من ثبت العقل واستويت واللي قبلي مستويين وقبلهم وقبلهم الويلي والدان والكواس والمكواره والاندان والمعلاي والرزيف والحربيه وال وكل شيء كل شيء. انا هذا كله شايف انه عندنا من يوم ربي خلق والعيالة
والمالد وكل شيء شيء اشياء بعد اندثرت شيء اشياء اندثرت. هاي مصيبة يعني بخبركم يعني كل من شافوا حد مبسوط ولا شيء يعني عرس تبان يحطوا يدهم على خدهم يعني ليش في العقل فرح يعني ترى اسمه فرح اسمه شو فرح ما قالوا ماتم انزين انتم ويوم بيستوي عندكم فرح حطوا قراي يقرون ترى حد من العرب سبحانك يا رب يوم ما ييلس ينقد على العرب ويتنقم بهم الا فعلتهم وتركتهم ولا ما بهو ترى سبحانك يا رب. اسبوع هذا ابوي كل مقابلات الخميس كان غدا في المطعم وعلى اساس اني بضوي دبي وما ضويت ورقت ونشيت نهار ثاني الضحى انزين بيت ابوي الجمعه والسبت السبت تغديت وسرت جدا المخيم مال قبل قويس انزين ويوم الجمعه على الله يحفظكم يوم السبت سرت العيد تحيدون يوم حضر العرس البارحي هذا اللي وحضرت العرس البارحي وخلصنا واليوم حضرنا عرس الريالي العاد اللي فيه صاله الخبيصي وادينا المايوب وسريت وين ابو ظبي وانا جاي في الطريق جده ابو ظبي دق لي ابوي واحمد ربعي تليفون ولان بعد مسوي حادث منكسر يديه وعلى ما تشوفون هذا ابوي الرجال وزرنا ابوي اللي في المستشفى اللي في هاي شو اسمه مستشفى المفرق وحين بعد بنسير جده بين الجسرين بعد بندي واجب ان الاسبوع هذا ركضت لها اول الله العالم متى بيكون التالي تالي الركضه هاي متى عاد ما شاء الله مستشفى المفرق الصالق بكبره خليج واحد ها رقم واحد رامي المستشفى ممزور لين عين هوادم هذا المراجعين هب مراجعين زوار سايرين يزورون هاليتم انا شوف احسن شيء يوم توالم سيرك للعزاء واول ما تدخل وتسلم وتكمل السلام مره يمرون بالعشاء من يمرون بالعشاء تكون انت تنش اول واحد تنش اول واحد وترد عاده اول واحد تدخل ميلس وتتفيز نظره جنابي الحين اول واحد اتعشى نش للسفره هنا والحين جيت الحين واتريح مع كلهم يخلصون بيون سلطان بن إبارة حبيبي كان في خاطري والله أجيك في وقت غير هذا وقت يكون مستانسين وناسة غير الحمد لله الله يسلمك إن شاء الله هذا محمد بن إبارة وهذا نسيبكم سلطان والله وايدي ما في خاف حد يفتن علي يقول لي لا تصور سلطان ما شاء الله ويهك وايد عود ويهك وايد عود هي والله مبونة شيء بسم الله عليك يا حبيبي أنا ما أعرفك أنا عبد الله أخو سلطان وأخو محمد هي غير أنا ما لحقت عليك أنت صغير أصغر واحد أنا أيوة بس باقي اثنين تحتي أنا ما قد شفتك لا ما لحقت عليكم بس بعد نحن الجدي أكبر عنكم أنتوا أبهاتنا يعني القياد حياة الوالد كم خلف من الأولاد حياة الوالد مخلف ما شاء الله 10 أولاد وخمس بنات ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن خليفة محمد سلطان سرور منصور عبد الله ونادر وحمد اثنين زايد وخلفان وخلفان آخر العنقود ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يطرح له بركة فيه وهذا هني عندنا أبو شار يا حافظ الحين ابوي ري هذا ما يسمعيني يسمعني مايا الحين هذا ريلك تو كلمني يقول ان عمره اصغر واحد فيهم ترى اكبر واحد ما تقول يعني ولده في الجامعه هي ايوه ويقابض يكذب علي نحن في عزه ويكذب الحين وين عرفتي انه كذب علي انت كنت تتابعين على سناب زين اجديتي هو ابوي بيصغر عمره يدور لحرمه جديده غيره زين وحيد صور ما تسمع ضمسه ما تظهر روحي انا اللي ارمس حينه الحين ياسي حشر عليك وانا قاعد اصور شو يقولها وانا
هي دخيل الترشيلي فيديو بلي صوت بلي صوره زين ترشيلي فيديو بلي صوره نظهر كذا اقول لك تقول لك ابوي ام عيالك بات الفندق الليله على هالكذب العوده لا تضوي ولا عندك خبر روقي 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 يا ابو شريلك هذا نفخ راسي من الكذب والله انه كذوب كذوب وطيره والله العظيم انه كذوب تدخلين الجنه لا حساب ولا عقاب ورا كذبه كذبه المكود ترى باخذ الحلاقه متشكل انه في طرف البيت كل يوم يصبغ له حيطه صبح ومساء يا الله شوف الفرق سبحانك يا رب سلطان هل انت لا اله الا الله سبحان من بدل الاحوال كم عمر هذه الصوره سلطان هذه اعتقد في 87 لا اله الا الله كبر هالصوره هاي اصبر كبرها دخيلك انت هذا انت زين وهذا الخزرجي احمد هي. هذا انت وهذا حياه الخزرجي إيه له الجنه ونعيمها له الفردوس الاعلى وهذا احمد ولد الخزرجي وهذا سلطان بن يباره يا حافظ على الزي إيه الساعة ما قرب حضرنا العزاء وأدينا واجب العزاء وحين عاد عن المسرى لا بد ولا عذر الرقاد الرقاد ولا تبون خروفة بس عاد بس من اللعبة هذه عنبون ثلاثة أيام ونشرخ بس عاد عليكم هي ها ما يسواكم الكلام أبوي موجه لكل المتابعين الصغار قبل الكبار اللي عنده موضوع يبي عاي ولا سمع من عندي معلومة ويبي أول بادي أول شيء رقم واحد قبل ما يبتدي بالمعاية ويقول زيد وعبيد وهذا صح وهذا خطأ يعرف ذكر ولا أنت لي بي عاي وعنده معلومة أنا قلت يبي يصححها حقي أولنا ولا شياته أول بادي عرف باسمه بعمه هم أبوي وادي العليمي وأنا ما في عاية ويا حد عليمي يكون أبوي ما يعرف وأنا شط عمري وياه من الحين وساير اللي بيسأل بيخبر باسمه انا فلان فلان الفلاني من البقعة الفلانية هاي بلادي وهاي مكاني وهاي وهذا منشأي وربيت في المكان هذا وعمر لازم ذكر العمر والسن لان كل سن وله معلومات معينة انا ما في يكلمني واحد من ها المدارج توا ظاهر ويتفلسف ولا يقول مثلا والله الدان مش موجود في الامارات دخيل جاي من افريقيا منو قال لك الدان موجود توا جاي من افريقيا مثلا الحين واحد بالصبح عايين يعني كل دقيقه يظهر لي من حساب معين انه والله الدان ترى دخيل مبنى فنون الامارات انت اللي اروح كيف يعني الدان مبنى فنون الامارات مبنى فنون الامارات عندك انت تشوفها مبنى فنون الامارات انا روحي عيبني فنون الامارات ما بيعزل لك لا الدان ولا الليوه وهذا كله مبنى فنون الامارات والله انت ما انت غير نموني يعني انا والله العمية كبدي من هذه فنون دخيلة جاية من أفريقيا واي انفلق راسك ما يندرى ليتك اللي تعاييني لحقت قبل 30-35 سنة شفت منو يقبض صف في الليوة منو اللي يلعب في الليوة إيه حاف عرب أبوي فيهم خير من روس الطوايف من روس الطوايف عيالك كبرها واسمنها لو تلعب الليوة في الصف الخارجي ما بالداخل حد يفسر كلامي بالغلط في صفين في الليوة الصف الخارجي هذا لازم أريل الريايل اللي يلعب زين هالحلقة الرئيسية العودة والحلقة الصغيرة اللي داخل هذا يلعب فيها الحريم أتذكر واحدة منها يسمونها مكية يا الله يغفر لها الله يني أحيد واحدة من الحرمات يسمونها مكية في الليوة إيه حافظ عليها يوم بتخطف بسير يومين ريحة الياسمين المحلب تعطعط والعجفة يا غير التحرى صنية هم لعرق معالي راسة نعم يوم بتخطف أبداً يا الله يا الله يا أرض تهدي ما عليك أدي ها وين ما فيك صبر ترياني أنا ما تأخرت أنت اللي مستعير تتمرني
صغيرة. خير. شو هذا؟ لا يوم بيمكن حد بيكم؟ لا هذا خبوز. كنت كسر خبط كسر. ما فهمت صراحة. شو تقول الحين؟ خبوز طباب. من وين؟ بيت الناس. شو what he say? We have the شباب bring from the another. كل اللي تبت تخبرني أنا إنه حد مطرش لنا خبز شباب من حد بيوت إيراننا والتحين على هالأساس تخبرني أنا بس ليش يعني شيء حد تكلم شو يعني لو الرقم واحد تتكلم إحنا نسيت حتى الرمسية صراحة أفا عليك تطلع الصورة زي ما زيت حين بتصور تباني أصورك طالع التليفون لا حس حيس ويهك تحتاس بكبرك ضبعه أنت هذا حويد يبتي الحرارة كم كبر كوتيها من وين هذا؟ ما حبا ها؟ وش خلفان؟ انت ما تعرفي؟ وش خلفان؟ نيبر هاوس ماشي عدان لحد خلفان دي واتس انسايد؟ بانكيك لا بانكيك شباب نو يو نو فروم وير؟ خلفان غرير الرميثي قلبي فروم خلفان غرير الرميثي غرير الرميثي خلفان غرير صلاح انت تقول خلفان غرير ميثي ميثي لا بعد ما تعرف سيدة نيم كم وين صار منك سيدة نيم كلفان سيدة نيم يلا كلفان صار سيدة نيم كلفان هي يا هذا نيم is very hard not very hard غرير 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 will not let you go until you say the all the name. Wait for repeat the name again. Okay. خلفان غرير الرميثي. خلفان غرير الرميثي. يا رجال الله. تقول. خلفان غرير الرميثي. لا. خلفان غرير الرميثي. شو تريد الحين انت؟ شباب. شباب. أول قول اسم الرجال اللي مطرش شباب اللي من بيتهم شباب. وعقب بنعطيك. خلفان غرير الرميثي. ما قاله صح ردي خلاص ماشي شباب لا لازم تقول صح خلفان غرير الرميثي ردي تعالي ردي ماشي بس خلاص ما في لعبك يلا ردي بتتباك لا ماشي ما في اول قول الاسم صح لا كان قول نو ما في شباب قول خلفان بن غرير الرميثي لا خلفان بن غرير خلفان خلفان بن غرير الرميثي لا بليش الا اخر الاسم لا من اول بادي خلفان بن غرير الرميثي ما شي فايده خلاص قف فايده قفهم لا حول لا قوه ليش صلاح انت هالشيء ما يعرف لا تعرف تختني بليس وداوي يوم تبع تبع يوم مساج تعرف المساج بخصوص ردود الافعال من ممنوع عاديه ردود الافعال من هلب العديد عديد الدان الاوليين احفاد ردود افعال منو الاحفاد هبل ليدود وليدود يدودهم هاي ماتوا الحين الاحفاد ظهروا والحين كلهم ابوي زعلانين يقولون ابوي نحن الفن هذا مخلف على يدود يدود يدودنا واللي بيعايك عطى رقمنا والله واحد تو طرش رساله شديده اللهجه يتحلف اللي يتبرى من الدان وهل بالليوه وهل بالفن أبوي هذا هو والهوى من شله ما استحابه ومن استحابه ما تهنابه هذا أبوي هل بالهوى فنانين منبون مستوى الدنيا ليتمنعنا وهن صلاح صدي أنا أصور وياك فانزيها هاي ترى اشرب حليب زين ولا خلاص كمل حليبك ولا يتمنعنا وهن الراغبات أو ما باه بالزولي عليه يعني راسه وطربان في الهوى ويعاش العرب شرب الريوق يا مرحبا مرحبا ده ما بحقك انت مرحبتين حقين ابويا الريوق بس كنت صارت لين قلت بس القحفيه مبلع قال قحفيه اخبركم سالفه القحفيه الحين وليش انا مهتم بالقحفيه دون عن غيرها العرب اللي تقول البارحه عنب والسوق عدالك بتلقط مكودات القحافي اللي على خمس ربيات وربيتين ما شيء مشكله لكن النمون اللي توال مني انا الشيء القحفيه اللي انا البسه شو الطرف هذا عدله سيده ويه واحد يا غير الطرف الاخراني وين الحاشيه حاشيه القحفيه ثلاث رضوف
راسي انا ما بيصغيروني، راسي عود يا غير راس عتوي يا غير اللهم لك الحمد، يعني هالي وال مني للي في الحاشيه تنغليظه ويتبتن السفره. اي منو تحمس انت الحين هذا؟ صلاح مزرت ريوقي كل التفافيل. حكع ما تعيز بس تاكله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير. صباح التزقريته لولا يتيب ما بأي تزقريت اليوم. إيه؟ عندي شغيل حاليا وين أرض المعارض، بقضي وبمضي وبرد أبوي شيء عادي. كيلومترين واحد الاستمرار على اليسار. من أخلص شغلي على الله يحفظكم في أرض المعارض في عادة موضوع الشواية ضروري حبي خليني أنا أرمس نحو اليمين باتجاه الطريق عاد خلاف بتستوي السيرة جدا المكان اللي وايد مهم. عاد شيء تصوير ما شيء تصوير الله انقال ابوي مرخصين برايكم صوروا تحيدوني عادي هنا نازل محصلة محدار انزين وان قالوا ما شيء تصوير ترى العذر والسموح. انت اسمك خالد بعد؟ نعم. وانت اسمك خالد؟ عثمان. شيفك شيفة خالد والله ليش شوف شكلك يقول خالد الحين في ذمتك الحين انت كم خالد عندكم انتوا هني؟ 5 سنين يمكن ما شاء الله 5 يا حافظ على قول خالد مثلهم خالد انزين يعني الله يحفظكم. خلص شغلي اللي انا فيه وحين بالاتجاه جدا الموقع الجديد اللي خبرتكم عنه بعد ما خبرتكم عنه وانا ظاهر ما شاء الله يميع المطور ها هب عادي يميع المطور هاي يوم قلت فيها الدرم الضباب يعني تبوا بادي ان شاء الله الخير مجبل انزين عرفت المكان وين؟ ها يا غير ابوي ترى لا دل ولا شيء تمطر شيء لي الموقع ولا اعرف شرقي من غربي وان شاء الله ان شاء الله اني بوصل في الوقت المحدد ورب العالمين بيسر الامور وكل شيء بامر الله كله على الله. تشوف النخيل شوف النخيل عواضد كل عام بيطول عن البيعه يا حافظ عليك يا حبيب يا ابو ظبي. هالموقع اللي نحن سايرين له وايد بعيد هنا ابوه متى السيجاره تشرى خبيه يا رب البيت والحرم وين بليس نضيع عياله وهذه الطبيعه بعد غير نمونه هنا قابضنها والله كلها صيغه الجمع نحن انتي انا نفر واحد ما حد عندي غير الله سبحانه وتعالى. يا سلام شرطه ودنيا ما شاء الله تبارك الرحمن ترى شيء وايد ابوي هذا مستوي وانا اخر من يعلم. انزين وجهتك على اليمين ما شيء مشكله يا رب البيت الحرم ما يندرج السالفه انا مخبريني لكن ما كنت ادري ان العالم بتي يمين الشرطه والدنيا وثار خلق الله داخل ما خلق صد ياي صد ياي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الحين هذا شيء رسمي اللي مستوي نعم شيء رسمي وانا ما حد خبرني بيكرمونك كل يوم بعد نعم الشكوى هاي عيون انت ما تدري انت مخبريني البارحه لكن ما قلت لي انه شيء رسمي 100% وانه لا بالله. والله لك رسمي وان شاء الله الشيخ سلطان بن حمدان اللي بيكرمنا اليوم شو اللي خارج مدافع بازوكا شنو هاي بخيب هاك الكاميرات نعم يا الله بزيد يا الله بمطر يا الله بمطر يا الله بمطر رميثي الحلوين هناك هناك الزين وهني ابوي انا ما بالحوي ابا عند الجماعه هاي عند المعفصين يقول لي سن عند الحلوين الميله سلعود قلت ابوي انا ما بالحلوين ابا المعفصين ما شاء الله شيء اخر من المعفصين لا ما حد اشكر فنك. الحين بخبركم ليش راد انا سيارتي راد سيارتي شيء انا دواء حبوب اكلهن قبل الاكل انزين سير وانا البارحه جايني الخبر عن التكريم يا غير ما توقعت انه بهالحجم انه شيء كبير واللي بيكرم التكريم بيكون تحت رعايه سمو الشيخ سلطان بن حمدان يعني هالشيء انا كله ما كنت ادري به ولا كان عندي لا خبر ولا علم. خالد بن عبد الكريم الفهيم خالد بن عبد الكريم الفهيم ريال ما حد شراه يسوى نوم العين خالد هي نعم متاكد يا الله ريال تدري خالد انت ماشي كل اسمه خالد يتخير انا اشهد نعم أنا كل حد خالد أنا أشهد. من شيخ لين عشيري خالد يسد انه هو اللي دلني عليك يعلى الله يحفظه ويحفظك ان شاء الله.
هذا الرجال ابوي لبوكته اسمه راعي صوغه، هذا من تيار البدو، من تيار البدو تيار البيشان كل ارخص بكره عنده 5. الرجال اسمه محمد بن مظفر، محمد مظفر اكبر كم بني بيشان في الدنيا العوده كلها. الكم اكبر طال عمرك مفروض انكم بني تميت يالس، احنا كان عرفت انكم كمبني الكبار نشيت واجف. الله يطول عمرك وسلم. زينه ميتنا يعني معك غناء. مرحبا بك. شكرا شكرا على كل ما تقوموا به من الحفاظ على التراث وعلى كل هو يمس الدوله بالشيء الزين. العفو العفو الله يطول عمرك يسلمك. هاي الله يطول عمرك شيوخنا الله يطول عمارهم ما قصروا في كل طريقه الحمد لله. هل الرجاب دعموهم الحمد لله. هل البحر الحمد لله. الله يطول عمر الشيخ خليفة ويعطيه الصحة والعافية، الشيخ محمد بن زايد والشيخ منصور بن زايد. آمين. مرة احنا الحمد لله في كل شيء وافين الله يطول عمرهم. من 22 دقيقة. ايوه من 22 ساعة. وانت من رياس على الصراط المستقيم. يلا الله يحفظك. الله يسلمك. بقهوة؟ ان شاء الله. فمنو خبرني عن الياية عن ياية اليوم؟ هذا الحبيب ها حسين بن عتيجة رميثي. فالباحي يوم ياني خبرني اخر خبر هو خبرني عنه. اني المرأة ما بهذا الحين الموضوع، موضوع اني ما كنت ملم ولا كان عندي خبر شو اللي توقعت انه لو تكريم ما بيكون بهالكم الهايم العالم. وكل اللي شاركوا في مهرجان حياة الشيخ زايد للتراث اللي هاك اليوم ما تحيدونه اللي يستمر شهرين. انزين واللي بيكرم مستشار رئيس الدولة اللي هو سمو الشيخ سلطان بن حمدان يعني الله يحفظه ويطول بعمره. بيكرمون منو؟ الإعلاميين وهل بالسوشيال ميديا وهل يعني اللي يصورون واللي يرمسون وكل شيء. كل اللي قاموا بالتغطية مهرجان الشيخ زايد للتراث هاك اليوم اللي تحيدونه قبل شهرين اليوم موعد تكريمهم. شو تبى أنت؟ شو تبى؟ ما تتشاهد ولا كانية قربك؟ أكيد عم بوني ما صور إلا اللي ما يتشاهدون. زين يا جماعة الخبر يا جماعة شوف ما شاء الله عليه المعمري يتنقب ويا الكمبني ويصورهم وأنا حيث إني ما بكمبني ولا يا قربي ولا قال لي كم الخبر ولا قال لي اللومي بكم. ما صليت أنت؟ جامع زين. أنتوا تجي سلكم قبل القطري كلكم من تظهرون من جسر المقطع. هي حاسل قم بالقطري يقول لك كلهم قم بالقطري هي حاسستمهم من يفرطون من المقطع بين الجسرين ابدا كل جمع وقصر. انا الحين نسيت اخبركم انا ليش ما اكلت دواي من قبل ما كنت ادري ان شيء ياكل يا ربوي ميع الصراط مكوت تحيدوني انزين انا ما دريت ان على غداء قالوا له تكريم يعني عادي وما دريت ان اللي بيكرم الشيخ سلطان بن حافظ بن حمداني على الله يحفظه. هي والله ولا كان بدز بالحيل كله مقصوري حتى البس خنياء ما دريت شو الحل هذا اللي صار واستوى المراد. سعد حظي اليوم يا سعد حظي يا سعد حظي يا سعد حظي البارحه تتكلم وياي واليوم شو قايل؟ حبيبي لا اله الا الله الله يحفظك كيف حالك؟ انت وصولكم الحين كم من ساعة شوف حبيب قلبي يا الله ييسر امورك الله يحفظك شوفتك هي البركة يعطيك تسلم يعطيك تسلم يا شيخ تسلم. حسابك ابوي منور صورني هي اصورك ونص بلاني ما اصورك حسابك ابوي منور قبلي وقبل عصوري انت بروحك انت بكبرك شمعه والله 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 حرامي اني ارمسك من صدق انت من الناس اللي انا وايد احبها وانصح العرب بها انت شخص جدير بالمتابعه مرآتك الطيبه نعم والله شهادتي فيك تعرف شو اللي يعجبني فيك ان نعم. اللي على قلبك على لسانك شفت قايل رجال واضح ونظيف جدا يعني تسلم والله يعني تسلم ما عليك زود يا رب تاكد اني دائما اقول الله يسلمك انا مالي حس شوف انا اكثر واحد في الدنيا اللي حس التليفون غزي في التليفون مش في السناب التليفون ما رمس حد انا خاصه قوم بالقضري ما يتحرك ها؟ يا الله يحفظك تطول عمرك ارمس يا سجل كان الوقت مر علينا هذا بعد بس مو في ليوة ليوة شو محضركم انتم؟ الماري الغربية في الماري الغربية عيوني تيكم زين بس ونيت ابوي نيت بي بركات ابراهيم بالك الله يحفظك بركات منو؟ ابراهيم بركات ابو محمد اي ابراهيم بالك يستاهل اي نعم هذا ريال فنان
لازم تزوره قلبا وقالبا. لازم والله ان شاء الله يوم غايه تخبروني من شوف ما من لا لا من تجيب الخنيزيه متبشر الخنيزيه بيوني بتيكم هليوه هي هليوه اكيد 100%. لا اله الا الله يحيى العظام وهي رميم متعدي بهنا كم 30 20 لا 35 هي والله متعدي بك فتره طويله مش بسيطه كم ان قلت 30 كبرته لا لا اكثر عن 30 في اليزير طويله انت مهير ولا لا وعندك اخو اسمه نهيل نهيل ومهير يا ربي يا ربي فيك الحرق هل فهمنا هذا شوف الكمبني والله يا الكمبني شوف العرب كلها دور مداره مبادرين العالم كلها ودور مدار داوريب حيث ان كمبني الله يطول عمرك يعلى الله يحفظك يعلى الله يسلم ما عليه ترى شوي حط عليك المقصنه خفيف خفيف خذ راحتك يعلك تسلم هذا عاد ابوي جانب من الحضور هلا ما تشوفون هلا ما تشوفون البرز ابوي ما مسوره من الشيف للشيف انزين يا الله يحفظكم هذا حمد بن غانم الهديف الكواري هذا من اكبر كمبنيه هالقطر بالنسبه للبيشا يا جماعة الخير يومي كمبني ومتيار وغاوي يعني تجمع كل شيء تجمع السلة روحها شوف وقت التصوير ها السلة روحها تي جدا يوم يقول لك المال يتبع المال والقمل يتبع الصيبان ها شوف حيث ان الشيء زين حيث ان الفنان يعني وزقرتي وفنان رقم واحد شوف يد سلة الفواكه الغاوي مرة قدامه سبحانك يا رب ابوي انت ايش اسمك؟ الله يسلمك فيصل محمد عبد الله والله وانا اشكرك الله يسلمك انت من هالقطاره؟ اي نعم والله ابركك من ساعه شوف حي ريحة الطيبين يا مرحبا محني ترى ابوي ما شفتك انا قبل جيت وتفيزرت عدالك يوم صديت ولان شفت الكلر فقلت في خاطري الكلر هذا ما يحطون الا هالقطار الله يسلمك الدوره هاي يسمونها ام كلر نحن في السنين الاوليه يعني فلذلك يميزون هالقطار في الكندوره اللي عليها الكلر هذا حد يسميها اب حد يسميها كلر ويعلى الله لا يخلينا منكم ولا من زياراتكم ولا من وصلكم ونحن دم ولحم ويا اهلكم ويا هاليتكم كلها دم لحم ونسب وهذا يعلى الله يحفظكم حمد بن ناصر المري يقول لك بعد من اكبر كمبنيه هل بالبيشان هل بالريس اكبر كمبنية عاد منو بيروم يوصل للشيخ الشيخ ابوي هباب توه بيدخل تكاوشت عليه امه لا اله الا الله والله حيها تشوف هو كان بوجود اكيد خادم الناس اللي صراحه سلامه لا يمل يعلك تسلم لا يمل هو محبوب عند الناس كلهم بارك طيبك وحسان انت انسان فنان خير انت تدري ان البحر حاضر عرس بني عمك ما شاء الله اي والله شرفتنا والله نورتنا في البطيء الله يطول عمرك شرفتنا واسمعها كانت اول ما حضني اعطيتها اليوم نحن نسمع سناباته ما نطوف لها واحد جزاك الله خير من طيبك فعقب كنت اسال كل شخص يطري انه بالفعل كل حد اسال السؤال هذا يقول لا هو الوحيد تقريبا اللي ما نمل منه من سوالف ومن ضحك سواء من حرمه من عيوز من شيء من شاب كل حد طيبهم واحسان والله كلها قاعد اتابعك وانت فيلم غدي نعم ما تتذكرني ولا انت مريض ترى اقول لك اتسلى فيك وسوالف لك تسلى فخففت علي الله يوفقك الله راح لبركات فيك شرق من غرب وشمال شبه الجزيرة كلها وصلت جميع جهاتها يا مرحبا يا مرحبا الفعال اللي على راس المعالي رفرفت راياتها باسم الخليفة يا ربي مده سنين طوال خالد نسوق أبياتها يا سيدي سلطان بن حمدان شيال الثقال
يا مستشار الدولة ركض من توجيهك ورايك وصل حد الخيال وهجن الرياسة كل يوم تزيد بنجازاتها أندر فيها مثال كن الجمر تعطاه إذا من درهمة سمراتها معزله نشلة لحم فيها من الذيب اجتوى وانت واللي دايم بخشم الرياس تشحلون سابقها وتفرق عندكم تيماتها عزيت والهجن الأصايل أهل الهجن من خيركم تكثر لكم دعواتها جوايز وتسعيل ودع من بلا حد ومقال يوما غير بلاد رقها والفعل يسبق للمقال وحفظت وسلالاتها في المختبر جيناتها وخدامها يتلقوا في من محبة هجن رياستي نياتها. خوز يا ولد الحلال ذراع النادر الناي عصيان برعايتك عسى سنينك طويلات وانت البحر وانت الذخر والذخيره تلطم خصيب وتبتكي للثقيلات وعطاك همال سبق وكم حط شارع عن اتحاد الهجن مسؤول دومه ريس وبالاجماع تم اختياره بخبرته وعرفه وقوته كل مميز شعاره يفرح حال السبق تواجد قدومة كل ما حضر محفل تنقل خياره يفرح حال السبق تواجد قدومة كل ما حضر سوى علومه وغنومه شعار الرياسة دائما بالصدارة بجهود ربعه اللي بقوه في لزومه اللي عندهم الضمه خبر وقدارة والله مليون مرحبا مليون مرحبا يا حي التي هنا بتستلمها انت عندي ولا استلمها يا اخوي انا يا اخوان ولا تبانا ضربها نسير نستلمها لي تامر عليها انت ضربة. انا وياك اخوان يا ابرك كم ساعه انا متقدم الله يتبقى يا اخوي انت رحت البحر ورحت المغرب قالوا لي رحت انا ادورك الحمد لله يا الله يابك انت راعي حبونا حطني هنا قايس علي قايس علي والله الحين اقدر اخبر الشيخ عليك لا رايس لا مور ميت ما زين الا الموقع لين يا لسبي يا حافظ علي يا سلام سلم لا ما اريد لك والله يا ابوك هذا الرجال اللي تشوفونه يغرب حق العرب كلها ومن يجي قربي تشز على وراه عين ابوك حد ما صنك صار ودرني انا العرب كلها ربيان وكل ربيانك بالجف ويوم يعدالي انا تشز على وراه يعلك ان شاء الله انتم الجميع انتم تجمع انت بعيد ابوي خير عن ربيعك هذاك هذا ما يتشاهد انت ولايه رقم واحد هنا بس عاد علي بس كان سمعني هذا الرجال اللي عدالي كم يا ابو له وقف صحنه حط له صحن غيره والله تحرى يعقه وراه ها جميع ارسل سناميت هي سناميت وهريس يلا انقفض خلص
شفتها في ستر. يا سلام يا سلام، بس علي يجيب لحم مال سنام، لحم مال سنام، خلص انقفض سريع. واحد يقول لسيه الرجال هو يتحرى حين هالرجال معيشة يوم تدافع عن معيشة سنة، هو ما يتحرى من معيشة يوم، ابوي ترى ما تدافع عن معيشة سنة. ها ابوي لحمة السنة كلنا موجودين، بس بس ابوي مثل العيوش. يا سلام شو لحمة السنة عليها رضوان من الله. ويسألك يا ربي كم يدخل من لست هو لايم من هاك الساعة لين أول هتوالها شو والله ولا بس ابوي بس من هالتكوي. أبوي العرب كلها نشت، العرب أبوي كلها نشت، والحبيب بعدها هذا والله كنا توا بالحمد، توا بالحمد الحبيب. فكر في عمرك، الله الله في عمرك، كفك داخل أنت عن البرد، الحق عمرك يا رب. البيت والحرام بيكون بدرد منها بيصمصم عليها كامل، بس عليك يا ولد الحلال بتندحق ولا البطن يغير حويمل، بس عليك بارك الله فيه بتندحق. عيست أبوي من أي رسالة أبوي ما حد يرمي زامطة هذا العرب كلها نشها توا ناس يفكرها الله كالمقطع. أبوي ديارس هناك أنا فوق في الصدر، هي هي يا الراش يا الراش هي يعني راش ما أقول لك لا. أبوك وهذا الرجال اللي يجسم الله يحفظك يطول العمر، قالكم الناموس يا الغالي يا الله الله يخلينا منك يا من الصبح انا طالع منك يا اصورك لما بعيد لي بعيد رمس هاشر رمس الوايد انت طالع عمرك اعرف زين ما زين اعرفك طالع عمرك من التسعينات طول عمرك وسلم عرفتك زين ما زين يا الله الله يطول عمرك يحفظك الله يخليك الله يسلمك عمرك. كرم سكم سجله ما شيء سر حين العرب كلها سمعت. هذا اخوي وصديقي على الله يحفظه على الله يحفظه غانم الهديف يا الله يا الله الله يطول عمرك ويسلمك. يا اخي ما يستوي الاتحاد القطري السعودي ما تكون الامارات طرف فيه، هذا ما يصير اصلا. ما يستوي الامارات ما تكون طرف فيه، وليش الاتحاد موجود؟ ما اللي بينافس على الثاني ينافس، اللي بينافس على الثاني ينافس. ما فيك والله الاول مسكر على المركز الثاني ترى ما هو على الاول مسكر. لا انت خطير انت والله خطير والله انك خطير. اقول لك سيف الشعب مولي روح يبردك موضوع ما عليه والمهجران كله كله عندي طبعا اكيد زين. المهجنات عند حد غير نعرفه بس بدون ذكر اسمه والله عليك اماراتي بعد بعد اي خلاص هالوضع الله يعلم من هم كلين السماء. الثالث انتم تحللون حلول الثاني الثالث لا تاخذون مرشحين اول اول السيفين لا تاخذون. بس انا بخبركم نحن نحب الضيف يوم يكون عندنا نريح اعصابه وما نخليه. السلام عليكم احمد والله فعلا انا الحين اطبخ. لا والله ربي عيستو الشيخ عيستو من هالتصوير اللي ما يوجه والله ان عيزوهم صولب عيزوه عيزوه عيزه مرحبا مرحبا يا الله يحفظك يا ابو ناصر سعيد الله يسلمك مرحبا
الله يحييك يا خالد، تشرفنا. الله يسلمك. الله يسلمك. عند ابو ناصر خذ لي صوره. صوره عند ابو ناصر، خذ لي صوره. لبيه لبيه طال عمرك. لا رجلنا كلنا هو يتابعون. يعلني افداك يا الله يحفظك. حاضر حاضر. لا اله الا الله. صورتك كم بدي بصورك. ويهك كم مكبره عود تظهر غليظ في الصوره. لا قسم بالله العظيم احسن كليه 11 شهر وافضل كليه في العالم. خلاص والله 100%. انا ويا عمك عبد الله بكتك وعلى يدك وهي بيتكم مليون مره. يا هي علوم يا هي علوم يا هي علوم ظهرت. تعال عامر. عامر اسمع، عامر اخوك الصغير والله يحمي. اصغر عن سعيد هذاك اليوم. اصغر منه عامر ذاك الوقت. وين الحين؟ خلاص الرجال خلص دراسه مع عرس الحين. متي وين بي؟ متى بتيني؟ يا خانم مو بيايك. بتيني؟ يا اخي مشغول يا اخي. ايش اسوي؟ يا ابو ناصر على خشمي لكن مو باليوم. والله بكره والله. عشاك عندي. لا والله ما اقدر. ورب الكعبه ها ايش رايك؟ استغفر الله العظيم. ايش عندك؟ ما اقدر ما اقدر ما اقدر ما اقدر. السيف يرى الزبون. اه وحفزان يعني لهالدرجه؟ شوي شوي شوي. احب الوثبه برمس يا اخي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. لما نصوبك وصل الرجال هذا علي. ها وصل الرجال هذا علي. كلهم كلهم كلهم. شفت خالد خالدي ايش سوى؟ يعني ابو خالد خالدي صار واحد من عم بيتنا. خلاص علبو زين راح يا خلاص. شفتوا سنابه؟ شفتوا ما ادري وش شفتوا يستاهل. والرجال رمس تدربه وكل ما منع عذر. نعم شهد في ذمتي. فاللي مثل هذا الرجال لازم العالم تتابعه. يعني الله يحفظك. نعم. يطول بعمرك. اللي في طرفك ما عليك زوج. خلاص متى عاد يا ابو ناصر؟ مو زين ما عليك. بس باقي زين انت بعد تدري العرب كلهم. انت مو مثل العرب. زين الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي متى بتيها في العين؟ بقول لها الحين بخليها. اي والله امي الله يطول عمرها. والله انا تدعي لنا يوم احنا بالكليه مسكينه. والله اكيد تدعي لكم. الله يجزيك خير. يلا الله يوفقكم. مرحبا مرحبا. الله يطول عمرك. في مال روح بريطانيا عندك لغه خلاص جاهز. لغه ما تبي هم مثلي انا وعمك اول. انا عارف انجليزي يا شيخ ما ادري شلون خلصنا شيء طلص مقرا. لا لا اقول لك لو ما خلصنا يدري انا ادري ابوي وراي وهو يدري انت وراه. بس خايفين منكم وحياه عيب يعني مراجل يعني. ولا جيت والله ما فينا جيت مراجل. بس روح ساندرز. لا تروح مكان. تم. والله اني صادق. 11 شهر بتي هني ضابط عمرك عند المعازيب ومع السلامه. كان الله غفور رحيم. ان شاء الله. تم. والله جامعه. وقسما بالله حلفت الحين. حوه. اقول له انا يوم اجي الدوحه صرت سيده عندك. بس اسمعني. والحين اسمعني. والحين طلبت كبير. خلاص يا اخي. متى؟ خلاص قريب. تم باذن الله قريب ان شاء الله. يرحم والديك طول عمرك. مرحبا. السلام على سلطان. الله يطول. يعلك فداعة الله يا ابو ناصر. الله يحفظكم ييسر اموركم بالكم الناموس. الله يسلمك. نعم شو انت؟ خير وسهال مره ما اشكو باس. سيارتي ها وين وديني انتم؟ بس علي الله انت مشغلني؟ شو ايش قاعد اسوي؟ ما تعيز. لا والله ما عيز بيني وبينك. سوالف طيبه ما شاء الله عليك. كالعادة آخر واحد يظهر. كالعادة آخر واحد يظهر. زي عاد شو اللي خلاني أخر عادة لين هالكثر؟ أنا بخبركم. اللي خلاني أخر تقريبا ساعة من عقب ما اشتلت العرب معالي حميد النيادي على الله يحفظه. تقهويت عنده عينت من الله خير. وظهرتي على الله يحفظكم من عنده. لكن تمت في مخيلتي شغلة واحدة. غير خيلت. يبدي الفنايل عنده فنايل من الكبار لكن خيلت اطلب منهم. كل شيء زين وكل غاوي وكل فنان وكل يفت الانتباه يا غير الفنايل اللي عندهم كبار بيض يا غير بردي وفين شعار الدوله عليه شعار الدوله. شعار الدوله ما بيعود لا صغيرون ينعيم وغادي اللون الفنايل في نص الشعار زين هندخلهم في خاطري. عاد هو قال لي ان شاء الله انت رياك يجي ثاني رسميه تقرب عندنا غدا ولا عشاء. قلنا هل ان شاء الله؟ فان شاء الله بقولهم بشريطه ان شريطه شو عاده انهم يعطوني من فنايلهم هذيل. عندهم فنايل دسهن عن اغلى الوادم عن اغلى الناس في الدنيا دسهن عن هي فنايلهم ينهن يسوى النوم العين يسوى ما بند من تقبض الفنيال ما بدك تفتش من يديك. يا سلام سلم جهوي مفني العيون فيه بغيت يغفل شوية ما طاح حتى يغفل هو يطرشر ولا يعاد. لا
لبراد عدن. احنا ابوي حين طريناهن وان شاء الله الزياره الجايه بنقولهم ابوي ذهبوا لي لو درزن ولا نص درزن نفاد ما عندي مشكله. الخير يتابع والشر يتابع. يوم ابوي دخلت البيت ولن جايتني هالهديه الفنانه عادم وين جاي مسوري للاسف ساعة ولايتية رقم واحد يعني شيوخية تقريبا من الزينات مرة اللي ما شي شرات في الدنيا العودة. المشكلة اللي بارحنا في العين ما حد لمح لي ولا قال لي بنعطيك هالعطية الفنانة ولا بنطرش لك هالهدية الثمين ما حد طرالي. أقولكم ترى الهدية ما بياي روحة تتقرقع هي روحة ثمين وياي وياها أبوي بهانس بكشة كم تنهى. وكل الشكر والتقدير للي مطرشين الهدية الثمين هذه وادفع الله شر والبلاء عنهم مشكورين وما قصروا بياض الوجه.